خطأ من طلال أنصاري في فقدان الكرة. موسيس أركاما في وسط زحمة دفاعية للغاتسية. الآن أميارو، أميارو، يا الله يا جاي كوقت محتسب بدل ضايع، والإنهاء الله على الإنهاء. استلام جميل، إنهاء ولا أجمل في البعيدة، يخدم الغائم مثل ما حرم في الشوط الأول. هنا الإنهاء الجميل لتاني أميارو، تبريرة جميلة، غفلة من دفاع القادسية، غفلة، دائما في غفلة. غير اللعب محمد دحام، لكن ترجع للتضامن مرة ثانية داخل ثم تعب الشوت. الله توني، توني هدقون نيجي الآن فيها 6 أهداف، 4-2، 4-2. شوف شوف توني برافو، يضعها داخل المرمى ويسجل الهدف الثاني. لم ييأس، لم ييأس، لم ييأس، التضامن لم ييأس. إذن هدف ثاني، هدف ثاني، تصبح النتيجة 4-2، 4-2. على فكرة في 22 نوفمبر في كاس زين، كرة ملعوبة توصل عالية وتنحط، الله، رصاصة الرحمة من توني، هدف الرابع، 4-0. لعبها بالراس على يسار رحيل، والله على يسار، على يسار، الله 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 الله، 4-0 في ديربي القضب، ديربي المنطقة الرابعة، ديربي الفروانية، حطها وخلصها ويبتسم هذا اللقاء لفريق نادي التضامن. بأقل الكرة إلى رولي، رولي بيلعبها وخطيرة ويحطها والمرمى فاضي ويحط في الجول. الله، توني 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 من كرة ولسعة للتضامن يسجل هدف التعادل. الله يا سلام، جاءت بعد لمسة يد هذه الإعادة وهذه الكرة والمرور من حسين كنكوني اللي كان طالع من مرمى بتوقيت يبدو لي ما كان سليم، حاول فيها ولكن اللاعب دور في التعامل مع توني أوميارو، وضربة الجزاء راح تلعب الآن ويلعبها وحطها بالركن البعيد على خلاف مجطف. هدف مبكر في 9 دقائق الأولى، في 9 دقائق الأولى، وقدر يمر من الدفاع العربي كرتين وعلى المرمى على طول. يوسف، يوسف العنيزان لاعب حقيقة خبرة وكابتن نادي تضامن، يشعل المباراة من بدايتها ويعطي انذار قوي للنادي والخالدية. كرة بتلعب محاولة وبيلعبها وهذا الهدف الأول ويأتي وجول، جول، أن تأتي متأخرا خير من لا تأتي أبدا. محمد ربيع، محمد ربيع، وبيحطها في المرمى في الدقيقة 65، يأتي أول أهداف اللقاء لفريق نادي التضامن. لاحظ الكرة ولاحظ اللعبة ولاحظ التنظيم والعطاء الكبير والسنوات الطويلة مع التضامن، يترجمها برأسية جميلة جدا على يسار حارس المرمى أحمد عادي، وصلها أحمد عادي، ولكن قوة الكرة، دقة الكرة ما سمحت لحارس المرمى في إنقاذ الموقف، وبالتالي الهدف الأول في هذه المباراة في الدقيقة 24.